كنا اليوم غدانا مجبوس جاي كويتي، هذا جاي ياسين فورة بالماي مطلع مزفرة ليه ماي الماي يصفى يستوي صافي. عقب بعد بنحط عليه اللي هي ورق الغار والسوالف هاي الحرات هذا نكهة. وعندنا هني نخي مفلوق حق الحشو سالقينه تقريبا شبه ناضج، عندنا عيش اللي اوريدي حاطينه في الماي ماي هار، في بصل هني حق الحشو، هني ثوم حق الدقوس، ثوم بعدين حق العيش، هذا بطاط حق العيش، هذا فلفل طويل العلوب، وفي فلفل خضر حار لومي اسود، وهني بصل حق الدقوس، صلصه طماط حق الدقوس، بصل هني بحطه هذه المطيبات حق الدي اي. وعندنا هني تشكيله بهارات ورق غار، جرفه، فلفل اسود، هيل ومسمار، هيل مطحون، كركم، وهني كمون، وهذا كزبره مطحونه، كزبره اللي هي الحب حامسينها شوي وطحناها. وهني عندنا صلصه هذا طماط فريش في الخلاط، عاد حطينا الوزر والبصل وورق الغار والمسمار والهيل اللي هي مطيبات، حطينا جرب، وحين بنحط كركم على الدياي عشان خلاص نطمن ان زفرته ما راح تطلع. وبنملح شوي، هذا المسمار والهيل، طبعا هذا كله حب، كله مطيبات بس عشان نخوز زفرة الدياي وتطلع معانا شوربة، شي شوربة الدياي، ما يسلق الدياي لذيذ وطيب عشان نقدر نجبس فيه العيش. وتابعوا، نحط شي قاشوقة صغيرة كمون مطحون، ومثلها اللي هو الكزبرة المطحونة، كزبرة شوية نزيدها وخلط مرات وردي هنا، نخلي الدياي على راحته يتنكى ويستوي لين ما يجهز، بنصفيه من بنصفي الدياي من المرق اللي فيه هاي الشوربة حسب نجبس العيش. تابعوا، هني حطينا شوية زيت زيتون، نحط هني البصل حق الدقوس اللي هو الدقوس الكويتي هذا، بصل وثوم، ونحمصهم شوية، وعقب شوية كذا نحط عليهم شو اسمه معجون طماطم، وبنسوي الدقوس بالضبط. تابعونا، حطينا معجون الطماطم ويا البصل والثوم، تثبت شوي، وبنحط عليه على طول شو عصير الطماطم هذا اللي سويناه اللي هو طماطم فريش خلطناه بالخلاط، وبنحط عليه شوية ملح، فلفل أسود، وكمون، وكزبرة ناشفة شوية بس جي تنكي، وصلى الله وبارك. وضفنا هني البهارات، عاد أنا لازم أضيف شيء من عندي ما أرتاح، لازم يكون لي إضافة خاصة فيني، فبضيف هذا اللي هو البابريكا، الفلفل الأحمر المطحون، فلفل حلو يعني مو الحار، شوية جي وياه بس نكهة. وأذكركم مرة ثانية، أي شغلة فيها طماط لا تنسون تحطون شوية شكر عشان يعادل الحموضة، وانتو كيفكم. ونخليه ربع ساعة يتسبك ويستوي دقوس. السلام عليكم. وقبل لا يلا دياي بنحط البطاط، البطاط بريكم أنا شو بسوي فيه عقب، يعني في له طريقة اليوم، بلعب لعبة خاصة سبيشل شوية غير عن المعتاد. الحين عادي دور الحشو، حط البصل شفتوا قطعيته كيف، بدون زيت بدون اي مادة دهنية، ونخليه شي ونرش عليه شي ماي كل شوية، خليه يعرق على قولتهم، يعرق البصل ليه ما يستوي لونه شفاف، ليه ما يستوي لونه شفاف، عقب عادة نحط من الزيت ونسم شي نخليه وقلي ما يعني الحبات يتفك عن بعض زين، خلي ليه ما يعرق ياخذ راحته، عقب بعد بنكمل، خلوه براحته لا تأذونه، خلوا البصل يعيش. هني تقريبا الدياي في اخر مرحلة النضج، يعني شوي يستوي، بحط شفتوا راس ثوم كامل بحطه هني خليه يعيش وياه،
عقب برايكم شو بسوي فيه. مثل ما قلت لكم حلو البصل جي ورش عليه ماي شي كل شويه، كل ما ينشف البصل خلي عليه شويه ماي جي رشه. هاي تقريبا نتيجة الحين قديش البصل كيف صار شفاف. هني عاد هني مو مستخدم لنا الحين اي مادة دهنية. الحين بحط زيت شوي خفيف، زيت زيتون ترى على فكرة. عقب بنكمل بنحط النخي والبهار بعدين. ما نبغي ترى هذا حشو دياي، يعني حشو حق مشروب دياي، ما نبغي يكون اسود، يعني هذا ما في لومي اسود، ما في بهارات وايد، نبغي يكون اصفر. بحط عليه كركم وملح وفلفل شوية طشات خفيفة، كمون وكزبرة بس بحيث انه ما يتغير لونه. وبتشوفون النتيجة. والحين الله يسلمكم بنصفي ماي الدياي كل هالسوالف هاي عشان ناخذ المرقة عشان نجبس العيش. بقول لكم شو بنسوي الحين بعد. طيب شو بنسوي؟ برد راس الثوم هني وبنحط ورق الغار برده مره ثانيه والجرفه زين ونكمل ونشبس العيش. طبعا هنا النار لازم تكون وايد عاليه. نشبس العيش الله يوكلكم. شوفوا يعني يا دوب شيء خفيف ونكمل. نشف الماي من فوق العيش من سطح العيش هني. بحط هذا الفلفل العلوف وبغطى عليه على نار هادي وعقب بقلب. الحين بنقلي البطاطا. بس الحمرة شيء بضعف شيء خفيف. عقب الردة فوق العيش ونقلي الدياي بعد. يا سلام. والحين طبعا قبل لا ينشف العيش بحط البطاط زين ماي الورد والزعفران وعدي المكان وبحط الله يسلمكم الدياي زين. ونحط بعد شويه من الحشو، شوية من الحشو نحطه هنا على طرف شوية خفيف فوق البطاطا شوية كذي عشان يكون خفيف ونكمل. شو نسوي الحين؟ نسكر عليه ونخليه تقريبا مال 10 دقائق ربع ساعة على نار هادية والأمور طيبة. وخلصت طبختنا. الحين شو بنسوي عادي؟ الحين بنطلع الدياي والبطاط والحشو والسوالف هاي عشان ننشف الغداء. تابعونا عن الدياي والبطاط. زين شوي شوي بطيطوس والحشو نخلي شوي حشو جي نطلع هالفلفل ونخلط الحشو شوية ويا العيش جي. شوفوا العيش نثري نثري يغرد كل حبة زعلانة من الثانية. علينا بالعافية. العب يا ولد. شوفوا شوفوا راس الثوم وين؟ هذا كامل. هذا طبعا زبدة الحين مستوي. خلوه على صوب شوفوا. وعيش حياتك يا حبيبي. وبنحط عليه العيش الحشو
والدياي. بسم الله والعافية علينا. نحط البطاط ونحط عليهم الحشو. نطلبنا الغداء، لا تنسوا المعبوج، هذا الدقوس. علينا بالعافية.